بجد الترحيب بحضراتكم. يعني سريعا بس اقول لحضراتكم النهارده كان في مباراتين او ثلاث مباريات النهارده في الدوري الممتاز الاسبوع الرابع، المقاولين العرب والنصر، وفوز المقاولين العرب على النصر 2-1. يمكن تحول في الدقائق الاخيره لفريق المقاولين العرب، اسلام لاعب النصر بيحرز في الدقيقه 4 هدف للنصر، ثم محمد فاروق الهدف التعادل، ثم اسماعيل برونجو في مرماه هدف للمقاولين في الدقائق الأخيرة، وبيفوز المقاولين العرب 2-1 ويحتل المقاولين العرب قمة الدوري حتى الآن، حتى الأسبوع الرابع حتى الآن. يعني طبعا فريق المقاولين مع كابتن محمد عودة ماشي بشكل كويس. أيضا مباراة المصري وطلاء الجيش انتهت بفوز المصري 4-0، إسلام أبو سليمة في الهدف الأول، ثم بانسيه هدفين، وأحمد جمعة بيحرز الهدف الرابع. يعني دول المباراتين اللي اتلعبوا، في مباراه اخرى ان شاء الله هتبقى الساعه 8 ما بين وادي دجله وسموحه، مباراه قويه ايضا في الاسبوع الرابع للدوري الممتاز. طبعا احنا كنادي اهلي او قناه اهلي احنا مركزين قوي مع المباراه القادمه امام النجم الساحلي في نهائي او قبل نهائي افريقيا. خلينا يعني دايما بنروح في حته ثانيه، احنا كنادي اهلي مركزين في حته ثانيه، لكن طبعا هنرجع ونعاود التركيز في الدوري الممتاز، ولكن طبعا بعد وصولنا ان شاء الله بامر الله لنهائي افريقيا. معايا في الاستوديو طبعا برحب واحد من الناس المميزين جدا في اداره الرياضه واداره المؤسسات الرياضيه، ودي دايما انت مهم جدا انك تبقى عندك القدرات دي، عشان زي ما بنقول الرياضه دي حاجه مش فقط لعب كوره ولا لعب العاب اخرى، لكن حته صناعه الرياضه وصناعه الكوره وصناعه الرياضه عامه والمؤسسات الرياضيه دي، زي ما بقول لكم ده بيزنس كبير جدا تقدر من خلاله مصر تتفوق على نفسها، انها عندها كوادر كبيره جدا، كوادر كثيره جدا تقدر من خلال الانديه والمؤسسات دي انها تبقى عندها زي ما بنقول اقتصاد قوي من خلال، بنشوف البرازيل مثلا الامور عندها ماشيه ازاي من خلال كره القدم. فبالتالي لازم نتكلم على الجزئيه دي. وايضا يعني النهارده هيبقى موجود معايا استاذ عمرو سعيد، يمكن النهارده خبر سعيد بالنسبه له كمان، وحكم لصالحه وجوده مره اخرى لرئاسه نادي الصيد، مع انه هو ما بعدش كتير. استاذ عمرو برحب بحضرتك. مساء الخير يا فاروق، ازيك؟ ربنا يخليك يا كابتن. يعني قناه الاهلي دايما بترحب بيك، ودايما نادي الصيد قريب من النادي الاهلي. دايما على طول. طبعا يعني. وبعدين حضرتك مشجع اهلاوي برضه؟ انا؟ بلاش السؤال ده. ليه بس؟ انا مش زملكاوي بس انا اسماعيلاوي للاسف. اسماعيلاوي حبيبنا برضه. منور. اسماعيلاوي اهلاوي. منور ومبروك. ربنا يكرمك. يعني قرار المحكمه النهارده برجوع حضرتك لرئاسه نادي الصيد. الحمد لله. هو الحقيقه احنا ما استبعدناش عن نادي الصيد، لانه احنا ما جالناش جواب بالزوبعه اللي قامت دي، ما جالناش بيها جواب، فاحنا فضلنا موجودين، ويبدو انه كان عندهم يعني من الحنكه اللجنه الاولمبيه انهم ينتظروا القضيه اللي بعديها ب 48 ساعه. لكن اوريدي حضرتك يعني بالرغم من الكلام بيقول ان انت بحكم قضائي انت بره نادي الصيد، لكن الامور كانت ماشيه بشكل طبيعي. لا خالص. ما جالناش حاجه تقول كده يعني. ما فيش اصلا حاجه. لا لا، كانت مجرد حوارات في التلفزيونات وما جالناش حاجه رسميه يعني. طب ليه طب الزوبعه دي نشوفها تزعم؟ لا الزوبعه دي تعود يعني، شوف احنا قلنا من الاول المهندس خالد عبد العزيز لن تستقيم الامور ومسؤولي اللجنه الاولمبيه يتحكموا في الانديه ويتحكموا في الاتحادات. لانه انا رئيس اتحاد، وانا كنت رئيس اتحاد الجمباز، ما انتخبتش رئيس اللجنه الاولمبيه. لما احتاج فلوس ولا محتاج دعم ولا محتاج مساعده انت ما انتخبتنيش، مش هديك. فما بالك بالانديه بقى البعيده اللي بتنتخب الاتحادات اللي بتنتخب اللجنه الاولمبيه. اللجنة الأوروبية عايزة توصل إنها تخلي الأندية تنتخب رؤساء معينين عشان ينتخبوها هي بعد كده. يبدو إن إحنا مرة في اثنين في ثلاثة ما سمعناش كلام، فالناس زعلت. تمام. ولغاية ما وصلنا لأخويا كابتن ياسر إدريس. كابتن ياسر إدريس صاحبي على فكرة من أيام ما كان عضو مجلس إدارة تحت السن في نادي الزمالك. تمام. ولكن إحنا عندنا مشكلة يعني بالنسبة للجنة الفنية بتاعتنا والمديرين الفنيين مش مرتاحين من التعامل. وطالبيننا بالتغيير. تمام. فاحنا بنغير. العلاقه واضح انها طيبه جدا بين رئيس اللجنه الاوروبيه والكابتن ياسر. ده في اتحاد السباحه. اتحاد السباحه اللي هي بكره. بكره مظبوط. بكره في انتخابات اتحاد الطايره والسباحه. اعتقد الطايره اتاجلت 15 يوم، سمعت كده وانا جاي في الراديو. انا ما اعرفش، انا اللي انا عارفه ان بكره برضه ايضا سمعت انها اتاجلت 15 يوم. لكن السباحه بكره، فطلب منا اكثر من مره ان احنا نروح في هذا الاتجاه. والا 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 انا الحقيقه بحترم المؤسسه يعني بس النقطه دي مهمه جدا يا استاذ عمرو. يعني هل انت عايز تفاصيل؟ لا انا اصلا حته ان انا يملى عليا
كرئيس نادي ان انا انتخب حد بعينه عشان علاقه تبقى طيبه بيني وبينك، دي في حد ذاتها امال ديمقراطيه ايه بقى؟ لا ما هو احنا لا الحقيقه لا هو بيحصل، بس احنا بنحاول نبني شخصيه معينه اللي اسم نادي الصيد في السنوات اللي جايه. تمام. وان نادي الصيد نادي كبير، احنا صراحه بنعلن راينا عشان مصلحتك كنادي. لا واضح، لا واضح الناس بتزعل، بس احنا بنعلن راينا بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه. يا جماعه احنا هننتخب في الاتجاه ده. اجهزتنا عندنا يعني طريقه للاختيار مع اللجان الفنيه ومع المدربين الفنيين ومع الناس اللي موجوده عندنا، هم بيقولوا لنا اختار احنا الاصلح لينا كذا. احنا بنلتزم الحقيقه، يعني مجلس الاداره الحقيقه بالكامل بيلتزم باللي بيجي له. حتى والله يمكن في اتحادات على عكس رغبتنا، لكن بنضطر نسمع الكلام. فكابتن بالنسبه للكابتن ياسر، اللجنه عندنا اختارت الكابتن ايمن سعد وقالت ان اتحاد السباحه محتاج تغيير. تمام. يستحق التغيير يعني. بعد 12 سنه كابتن ياسر موجود، يستحق التغيير، وبالتالي احنا بننفذ التعليمات. يعني طب ده بالنسبه لحضرتك كنادي صيد، لكن اللجنه الاولمبيه موقفها ايه؟ يعني ايه ايه الكلام اللي وصل لحضراتكم ان انتوا لازم تنتخبوا كابتن ياسر ادريس؟ انا جات لي رسائل واضحه جدا، انت هتخسر كرسيك لو ما تخبش كابتن ياسر ادريس. لا ده انا في اخطر من كده. قرار الايقاف طالع معاه قرار بمنع الصيد من التصويت في السباحه. القرارين طالعين مع بعض. لولا ان معالي الوزير رد مباشره بان القانون يسمح لنادي الصيد بالتصويت، ف يعني ماتت الفكره. تمام. انت بتشوف اللجنه الاولمبيه يعني بتاخدها مسائل بعد كده شخصيه مثلا بالنسبه لك لو انت ما سمعتش الكلام؟ ما انت شفته. اي ما انا مستغرب، لان انا ما ينفعش ان انا يعني لجنة كشخص. انت بتتكلم ان بيحصل بعض الامور ان هي عشان مصالح معينه بطريقه يعني معينه يعني هو، ولكن كنادي الصيد انت حضرتك بتقول ان احنا بنعمل شخصيا ان احنا لا احنا الاصلح احنا بننتخبه. الاصلح بننتخبه وبنعلن. ما بنستناش نخش ورا الستاره نعلن، احنا ندي الصوت اللي احنا شايفينه. احنا بنعلن راينا. لكن اللجنه الاولمبيه طبعا عندنا مشاكل كبيره في الحته دي. طب وما زلتوا على رايكم في حته اتحاد السباحه؟ هنغير ازاي؟ نتخبط بكره الصبح هنغير ازاي؟ لا انا بتكلم ما حسب يعني بعد يعني بعد ان يبقى في كلام مثلا ورسائل بتيجي من اللجنه الاولمبيه لا يا كابتن احنا ناس بنحترم نادينا. نادينا يعني احنا اصلا بنمثل نادينا، بس ما نسيرش لو اشخاص لو اشخاص كانت بين الصداقات والصحوبيه وبتاع كنا انتخبنا كابتن ياسر من الاول. صار بقول لك هو صاحبي من زمان وياما سافرنا واولاده اصحاب ولادي وكل الكلام ده، لكن انا في الاخر بمثل نادي. انا يعني ملتزم براي نادي. هتقول لي سبب اضرار، انا اعتقد سبب اضرار للجنه الاولمبيه اكتر مني. لانه اللجنه الاولمبيه كان كبير جدا، كانش صح تاخد قرار مهم في الوسط الرياضي بهذا الشكل وتتراجع عنده بعد 48 ساعه. لا واضح انه في حاجه في اتخاذ القرار ما كانتش مظبوطه. طيب خلينا نرجع بقى لحكم النهارده استاذ عمرو، ويعني بتشوفه ازاي؟ يعني حكم البراءه حضرتك في الجزئيه، وانا مش عارف هو سؤال بيقول براءه ولكن لا هو وجود حضرتك مره اخرى لا في جزئيه هو شوف هو اللجنه الاولمبيه في هذا الشق بالذات قد تكون يعني تشددت لكن ما اخطاتش عشان ندي كل واحد حقه. تمام. انا اهملت او المحامين بتوعي اهملوا في مشكله مع الحي بخصوص يافطه بتاعه الشركه. تمام. خاصه بيا يعني. تمام. فاخدنا عقوبه ما تابعناهاش فتايدت وتجددت وتايدت وبقت مشكله كبيره. فهو اهمال مننا. لكن هي في الاخر يافطه ما فيهاش اي اختلاس ولا اي سرقه ولا اي حاجه بتضرب الشرف والكلام ده كله. لكن الحمد لله احنا كنا عاملين نقط. من شهر 5 عاملين نقط، ولما قامت الزوبعه دي كان ميعاد النقط الحمد لله يعني بعديها بيومين، يعني من الصدف يعني انه بعديها بيومين. احنا قلنا لجنة الاولمبيه يا جماعه عندنا نقط، قالك لا برضه توقف. فالحمد لله رجعنا بعد 48 ساعه. الجواب اصلا ما جالناش، يعني اعلن في الصحافه وفي الاعلام انه الراجل ده توقف، بس انا ما جاليش حاجه. طب هو وهل من الطبيعي ان ما يجيلكش جواب يا استاذ عمرو؟ لا ما هو ما دام بقى هنتخب وبعدين كده كده 48 ساعه وهيجي محكمه، فما استنى بدل ما ابعت الجواب اتراجع عنه. وبعدين برضو في كمان نادي الصيد نادي مش صغير، يعني 350 الف بني طبعًا ادم، 100 الف اسره موجودين في 4 فروع،
برضو الامن بيسال والجهات السياديه في البلد بتسال، ولو ويحصل تنحر وتراشق ما بين الناس على الفيسبوك وعلى صفحات التواصل ويبتدي الناس تحتد على بعض، لا يعني القرارات ما بتاخدش في الهيئات الكبيره كده بالبساطه دي. يعني لازم تدرس كويس ولازم تختار جهات سياديه انه هيحصل كذا. لا وفي حاجه دربكه حصلت، ما اليه اتخاذ القرار ما هيش صح، قد يكون في حته صح في القرار لكن اليه اتخاذ القرار وتوقيت اتخاذ القرار. احنا هنفتح باب الترشيح كمان اسبوع. صحيح. يمكن نفتحه يوم الاحد. موجود حضرتك؟ فتح باب الترشيح ان شاء الله موجود باذن الله. موجود، ما فيش حاجه من اللجنه الاولمبيه. لا خلاص بعد الحكم ده خلاص. خلاص. انتهى الموضوع. وحتى الان ما فيش جواب ان وجود استمرارك في الانتخابات القادمه لسه المفروض يبعتوا صح برضه؟ لا مش المفروض يبعتوا خالص. مش المفروض خالص. لا. في حكم كان موجود اتلغى النهارده. اه. وما ترتب عليه من اثار، خلاص انتهى الموضوع. الحكايه في الاخر يافطه وشجره وبتاع. انا عايز اكلمك على الاجراءات دي خاصه كمان لما ارجع او اروح لمحور النادي الاهلي واللجنه وجزئيه اللجنه الاولمبيه والصدام اللي حاصل في حته اللائحه الاسترشاديه الخاصه طبعا بالنادي الاهلي اللي بعتها طبعا اللجنه الاولمبيه، وايه الاجراءات وانت شايف برضو وجهه نظر حضرتك ايه؟ لكن خلينا اروح لحاجه مهمه جدا، يعني وجود حضرتك في نادي الصيد، وشوف انا عايز اعرف بس الانجازات وشغل اللي حضرتك عملته مع نادي الصيد، اللي دايما نادي الصيد دايما من الانديه المميزه في حته السوشيال وحته الاعضاء والجمعيه العموميه بشكل كبير. لا يا محمد خلينا نتكلم عن النواحي الرياضيه الاول. طب اتفضل. اولا انا النادي الوحيد اللي اخذ ميداليه اولمبيه من الانديه اللي موجوده. جميل. يعني الانديتين التانيين كانوا تبع المؤسسه العسكريه. انا عندي اكبر قاعده لاعبين في المدارس والاكاديميات بسبب الثلاث فروع الكبار اللي انا بشتغل بيهم زائد فرع بورسعيد. فانا عندي عشرات الالاف من الاولاد والبنات اللي بيلعبوا. تمام. ترتب على القاعده الواسعه دي ايه؟ ان انا النهارده في الناشئين في الباسكت نمره واحد على مصر. بنات. ناشئين بنات في الفولي نمره واحد على مصر، يمكن نمره اثنين بعد النادي الاهلي. تمام. فالدنيا ابتدت، والالعاب الفرديه الجمباز نمره واحد. يعني انا شغال في كل الالعاب. انا في الكوره مثلا انا بيتاخد مني 15 لعيب من سن 11 ل 14 سنه للزمالك والمقاولين والانديه الكبيره وام بي والكلام ده كله، كل سنه 15 لعيب ما شاء الله. فاحنا زي ما بيقولوا ايه، مصنع ابطال. جميل. فاحنا في الحته الرياضيه متميزين. احنا في خلال السنه اللي انا اتوليت فيها المسؤوليه الاخيره دي جددنا ثلاث ملاعب كوره، جددنا كل ملاعب التنس، عملنا سبا جديده وساونا وجاكوزي والكلام ده كله، غيرنا منطقه الرمايه بالكامل، عملناها على لانه الرماه بتوعنا هم اساس النادي، يعني يستحقوا يكونوا في احسن مكان، عملناها على مستوى عالي، يعني شغالين في النادي صيانه وانشاءات وتجهيز، النادي ماشي كويس. جميل. عشان كده لما قامت الحمله او اتخذ القرار ده، انا اقدر اقول ان دول اسعد 48 ساعه من يوم ما توليت المسؤوليه. لان انا كنت فقدت الاحساس بالمتعه والاستمتاع بنادي الصيد اللي انا اتربيت فيه من كتر الفيسبوك فيسبوك والتجاوزات اللي بتحصل على الفيسبوك. المره دي لما حصلت الازمه دي، المجموعه بتاعت المعارضه بتاعت فيسبوك قال لك هنعمل احتفال في التراس. الراجل اللي قال كده لازم ابوسه الحقيقه. لانه قام عليه الاف من الاعضاء كلنا عمرو السعيد. جميل. فاداني احساس جميل جدا جدا انه مهما اشتغلت والناس ساكته، الناس شايفه كويس. الناس بتفهم. تفهم طبعا مليون في المية. وشايفه كويس. واعضاء الجمعيه العموميه والرياضيين والالعاب الرياضيه. بس يا ريت يقولوا لنا عشان كنت ابتديت افقد الامل يعني. يحسسونا باي حاجه، اي اشاره يعني. طب ده بالنسبه للالعاب الرياضيه والجزء النشاط الرياضي، لكن اما بقى بقيه النادي. احنا بقيه النادي نشاط اجتماعي ونشاط رمائي. النشاط الاجتماعي. شو يعني لازم تبقى عارف ان احنا بندعم نادي الصيد على عكس كل الانديه الثانيه، بتدعم الانشطه بتاعتها. بتدعم الانشطه بتاعتها. السنه اللي فاتت ميزانيه السنه اللي فاتت 82 مليون جنيه دعم انشطه. فنادي الصيد متميز عن الاخرين لانه بيدير اربع انديه. احنا داعمين الانشطه السنه اللي فاتت انشطه بس ب 82 مليون جنيه دعم مش فلوس. فرق الايرادات عن المصروفات. جميل. فمفيش انديه ثانيه بتعمل زينا. احنا عندنا مطاعم على اعلى مستوى، وعندنا خدمات على اعلى مستوى، وقعدات على اعلى مستوى. فاحنا بس الحاجه الوحيده اللي احنا يعني ما عرفناش نعملها بسرعه وكويس حديقه اطفال الدقي. كان عملنا الاكتوبر وجددنا شويه في الاطميه، انما الدقي عشان عندنا احلام كبيره قوي للموضوع لسه ما خلصناش. طب تطلعات حضرتك بقى نادي الصيد في الفتره القادمه، حضرتك نازل بقائمه ولا طبعا قائمه لسه ما اخترتهاش؟ لا لا طبعا، المجموعه اللي كانت موجوده معانا وفي مجموعه من الشباب المتميزين والسيدات الكويسين اللي هيخشوا معانا طبعا. جميل جدا. جميل. تطلعات حضرتك بقى لنادي الصيد؟
تطلعات النادي الصيد انه يقف اكتر بقوه ماديا. جميل. يعني وضعه المالي يكون افضل وافضل. احنا الحمد لله ما عندناش ادنى مشكله دلوقتي، لكن بنتمنى الافضل والافضل في المرحله اللي جايه، مطاعم احسن وخدمات افضل. العاملين عندنا الحقيقه ما اقدرش انكر انهم متميزين، واحنا مش مقصرين في حقهم، لكن قايمين بواجبهم على الاهلي. الحمامات نظيفه، النادي نظيف، يعني الامور ماشيه، الامن كويس، الدنيا ماشيه كويسه يعني. طيب اخدك بقى للمحور، تاخدني تاني بقى اللجنه الاولمبيه. لا لا لا. طيب قبل ما نروح لجزئيه الاهلي ورايك فيه، وهل لجنه الاولمبيه بتحاول تجبر بعض الانديه على اللائحه الاستشاريه بتاعتها ولا لا؟ هروح بس لتونس سريعا. امير هشام يطمنا طبعا على بعثه النادي الاهلي وفريق كره القدم بالنادي الاهلي في موجودين فيها اللاعبين. اكيد طبعا بتبقى عمليه تركيز، يعني رايحين مدينه جديده هيبتدوا يركزوا بقى ان شاء الله منذ وصولهم ان شاء الله لهذه المدينه، مدينه سوسه، بشكل كبير بقى خلاص في مباراه، وزي ما بنقول احنا داخلين في الجد قوي بقى بامر الله في هذه المباراه. لكن احنا معاك باستمرار امير هشام مراسلنا من تونس، كل جديد وكل كبيره وصغيره تقدر تجيبها لنا ان شاء الله احنا موجودين معاك يا امير. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عمرو ارجع لحضرتك كلامي تاني. الفتره اللي فاتت لجنه اولمبيه وبعض القرارات منها جزئيه اللائحه الاسترشاديه، راي حضرتك فيها ايه؟ الفتره اللي فاتت رايك ايه في قرارات اللائحه؟ خلينا نتكلم ببساطه كده. قانون جديد ونظام جديد ولائحه استرشاديه جديده. صحيح. احنا افراد حطينا شويه بنود في اللائحه الاسترشاديه تيجي على مقاس ناس معينه، واحنا يعني للاسف واحنا بنعمل لوائحنا ما بنبصش للمستقبل قد ما بنبص لافراد. ده يتنطبق عليه كذا، ده المؤهل المتوسط، تدخلات اللجنه الاولمبيه في ايقاف، يعني مثلا الحاله بتاعتي انا، تدخلات اللجنه الاولمبيه في ايقاف رئيس نادي. بينما رئيس النادي ده ما يتخفش اللجنه الاولمبيه عشان تعمل له حساب. او ملوش حق الترشح للجنه الاولمبيه عشان تعمل حساب. يعني حاجات تدخلات ما هيش مظبوطه. هو الوضع الحالي انه قانون جديد جاي في وقت صعب، ولائحه استرشاديه جايه في وقت صعب، لانه اغلبيه اعضاء اللجنه الاولمبيه النهارده داخلين انتخابات. مش مركزين يقروا اوراق ويقروا مستندات ويراجعوا لائحه قد ما هم مركزين ينجحوا في انتخاباتهم، خاصه ان في اثنين ثلاثه فقدوا كراسيهم اوريدي وهيخرجوا من اللجنه الاولمبيه. ففي دربكه، وانا اعتقد ان اللجنه الاولمبيه تحتاج انها يعني لو مش هتتحرك وتشتغل بجديه اكتر وتقرا اوراقها كويس، محتاجه تستعين بعناصر خارجيه ترشدها احسن من كده. لانه الصراع مع النادي الاهلي ثم الهجوم مع نادي الصيد ثم العلاقه مع حماده المصري، كل يوم مشكله جديده خارجه من اللجنه الاولمبيه. ده دليل ان الناس مش مذاكره ورقها كويس ومش متابعه شغلها كويس ومش عارفه دورها كويس لسه لغايه دلوقتي. ممكن في المرحله الاولى، بس في المراحل الاولى لازم نتعب قوي عشان نعدي المراحل الصعبه. ازمات 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 مع انديه ليها جماهير وليها كميات كبيره من الاعضاء، وبعدين الناس مش عارفه هي تروح فين ولا تعمل ايه. يعني انا كان عندي مشكله معاهم انه عندي الاعضاء طلبوا لائحه جمعيه عموميه غير عاديه لتغيير بعض بنود اللائحه. تمام. وده امر طبيعي. هو لو انا سالتهم في اللجنه الاولمبيه، هو لو الاعضاء دي طلبت سحب الثقه مني اقدر انا ما وافقش؟ صحيح، لازم اوافق طبعا. فلما عرضنا عليهم وقلنا احنا لازم ننفذ رغبه الاعضاء وفقا للائحه والقانون، سمعنا كلام ابعد ما يكون عن القانون، واستخدمت فيه الفاظ لا يجوز ان تخرج من مستشارين قانونيين في اللجنه الاولمبيه. نفس الكلام مع النادي الاهلي. في حنكه وفي خبره في التعامل، في اسلوب لامتصاص الازمات مش لتفجيرها وتفعيلها. خصوصا النادي الاهلي نادي كبير، مش نادي صغير. والدوله يعني والدوله اصلا يعني كبيره ومش محتاجه تخش في صراحات. كل يوم مشكله جديده في الرياضه. صحيح. بسبب اللجنه الاولمبيه، كل يوم مشكله جديده في الرياضه. الاهلي، الصيد، حماده المصري، سامح مباشر، علي السرجاني. لا مش هينفع. يعني لازم الناس تبقى على مستوى المسؤوليه وتعرف يعني تسحب فتيل الازمات من الطرفين عشان الناس تبقى مرتاحه والتجربه تنجح. طيب راي حضرتك في جزئيه ان التصويت مثلا هنا في النادي الاهلي كان على يومين، وجهه نظر استاذ عمرو السعيد كرئيس لنادي الاهلي؟ طب ما عملها المستشار مرتضى في الزمالك على يومين في انتخاباته القادمه. لكن هو قال لك لا، هو عرف على فكره، مش ما فيش حاجه في القانون حتى الان موجوده ان يوم او يومين. الطبيعي ان يجي المستشارين القانونيين يقعدوا مع بعض يتناقشوا ويوصلوا لتفاهم. مش انا اتشبث برايي هنا وده يتشبث برايه هناك وعمرنا ما نتفاهم. في مشكله في المجتمع المصري في الحته دي. هيحصل ايه يوم من يومين يعني؟ ايه الجديد يعني؟ احنا بدي فرصه اكبر للناس اكثر نتيجه. مش عيب. لو اعلاء للديمقراطيه مفيش مشكله. ايه المشكله اللي جايه يومين يعني؟ لو مفيش نص واضح
صارم محدد اقفل اليومين. ايه المشكله نعمل يعني انت بتشوف حضرتك مفيش مشكله في حته ان لا طالما شارك عدد اكبر من انتخابات او التصويت على لائحه انها تبقى عالمية. شوف القرار ده جاي انا النهارده مطلوب مني اجمع 15000 20000 في الانتخابات اللي جايه مع بعض. انت متصور مدى الزحام ومدى العربيات اللي هتقف والصعوبه ان الناس تيجي وتخرج وتخش والسادات الكبار فلما اعملها على مين هيحصل ايه؟ يعني مستشار المفتاح منصور في منتهى الذكاء. لكن الحقيقه معموله زي في شويه تعنت يعني. طيب معايا تليفون استاذ اشرف محرم عضو مجلس اداره نادي الصيد. تحياتي لحضرتك استاذ اشرف. دكتور اشرف طبعا تحياتي يا دكتور لحضرتك. طبعا معانا طبعا استاذ عمرو السعيد رئيس نادي الصيد. اكيد في تعاون دايما ما بين الاعضاء ورئيس النادي بشكل كبير. هو اشرف لازم يقول اسمه ثلاثي. قول لي طيب قول لي اشرف ولا ايه؟ انت راجل رياضي. دكتور اشرف نياد محرم ابن كابتن نياد محرم. طبعا منورنا في قناه الاهلي. اكيد زي التعاون دايما باستمرار مع الدكتور استاذ عمرو السعيد. وجزئيه النهارده القرار المحكمه برجوعه مره اخرى لرئاسه نادي الصيد مع ان هو يعني موجود عمرو موجود ما بعدش خالص عن نادي الصيد ما فيش جوابات اصلا جت فبالتالي ولكن طبعا احنا بنحترم احكام القضاء فبالتالي مكمل استاذ عمرو السعيد وحضرتك لسه كنت بساله كمان على حته القايمه هو بيتكلم جميع الاعضاء موجوده معاه ان شاء الله في الانتخابات القادمه باذن الله. اول حاجه بشكرك على هذه الفرصه ان احنا نتكلم وارحب بيكم رئيس نادي الصيد المصري عمرو السعيد اخونا الكبير والراجل اللي شال مسؤوليه في وقت صعب جدا. احنا كمجلس تعرضنا لضغوط يمكن غير مسبوقه واشتغلنا في ظروف صعبه جدا وظروف خاصه جوه النادي لكن الحمد لله النهارده يوم فرح وسعاده. انا بصراحه بعد قرار المحكمه طلعنا على النادي ولا ابالغ اذا قلت ان كان في مش عشرات المهنئين بل المئات جم يهنوا عمرو السعيد رئيس نادي الصيد وابن نادي الصيد اللي موجود بين جدرانه فوق 50 سنه على صدور قرار محكمه النقض وعودته الى صفوفنا. زي ما حضرتك قلت احنا هو ما احنا ما اتفقناهوش يوم واحد الجواب ما كانش وصل للنادي اساسا ودي برضه حكمه طيبه من اللجنه الاولمبيه المصريه انها انتظرت لما تشوف قرار محكمه النقض. فاحنا نشكرهم على النقطه بالذات. وانا شايف انه الموضوع ده يعني تعالى دايما ندور على الرحمه والايجابيه في كل الاحداث. حصلت ايجابيتين كبار جدا من الاحداث انا سعيد بيهم. الحاجه الاولانيه ان احنا شفنا مدى حب الناس لعمرو السعيد ولناديهم نادي الصيد المصري. تكاتف الاعضاء والتحامهم وان شاء الله بكره عندنا احتفاليه كبيره في ملعب الكوره. نتمنى نشوف الالاف فيها. احتفاليه خاصه بايه برجوع استاذ عمرو ولا احتفاليه خاصه برجوع الاستاذ عمرو. احنا كنا مسجله يوم 29/9 ده يوم الوفاء للنادي. ده اليوم اللي احنا كنا محددينه الجمعيه عموميه غير عاديه لتعديل اللائحه واللي برضو اللجنه الاولمبيه يعني ما سمحتلناش بيها لكن ان شاء الله جهات اكتر من الحط على كابتن لطيف كان بنقول التنهيده دي يا دكتور محرم دكتور اشرف معناها ايه بس التنهيده ده راجل دبلوماسي افندم التنهيده اللي انت رحت بيها بعيد عن اللجنه الاولمبيه رحت بيها ليه كده بعيد؟ لا بقول ان ان انه انه طبعا لا كانت احداث كلها صعبه الاحداث كلها كانت صعبه وضغط نفسي كبير. بصراحه المجلس ده شاف ايام صعبه كتير قوي 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 حتى من ايام دكتور مجيب بيه عبد الله رئيس النادي الاسبق اللي هو صاحب الفضل الاخ الكبير اللي بصراحه كانت الضغوط تفوق حالته تفوق يعني توقعاته وتفوق صحته والراجل يعني قدم النادي كتير ما قدرش يكمل في ظل هذه الظروف الصعبه والضغوط الكبيره. المهم نرجع لاحتفالياتنا ويوم وده يوم فرح وسعاده للنادي واعضائه وان شاء الله باذن الله تعالى عمرو يكمل المسيره ويقدر ان هو احنا مع بعضينا نعيد نادي الصيد ان شاء الله ونصلح و و و و
يكمل كاكبر احد اكبر مؤسسات الرياضيه في مصر. اكيد طبعا نادي سيد نادي كبير. دكتور اشرف محرم بشكرك شكرا جزيلا. يعني طبعا مكملين طبعا كاعضاء وكرئيس نادي مسيره انتوا اكيد ابتديتوها واضح جدا من خلال حب اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الصيد لحضرتك طبعا وقائمه حضرتك في النادي. دي حاجه جميله جدا ان الناس تبقى حاسه بالعمل والشغل اللي ممكن رئيس النادي بيعمله هو اعضاء المجلس. اكيد دي حاجه والله يا كابتن فاروق انا بقول لك الناس تكون كل الناس تقول ما تزعلش على القرار اللي طلع. اتقلبت الى احسن 48 ساعه. يعني حقيقي يدونا انطباع ظريف جدا انه لا احنا شايفينكم كويس. سيبكم من الكلام اللي بيتقال في الاخر هو كلام بيتقال ومؤثر وبيأثر على اسرنا والكلام ده كله، بس الناس اللي عايشه جوه النادي تقول لك لا سيبكم من الكلام بيتقال احنا شايفين كويس. وده احساس كويس يديك امل يعني انك يعني تشحن البطاريه وتشتغل من جديد. طيب هرجع لجزئيه بقى النادي الاهلي وما زلنا مكملين في جزئيه النادي الاهلي وراي حضرتك في المشكله الخاصه ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه. 15000 ييجوا ما يقرب من 15000 من اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي ويصوتوا للائحه الخاصه بالنظام الاساسي الخاصه طبعا بالنادي الاهلي، وانت بسهوله كده تيجي تقول لهم لا انتوا جمعيه عموميه باطله للتصويت على هذه اللائحه، يعني بتشوفها ازاي برضو استاذ عمر؟ انا اعتقد انه مركز التسويه والتحكيم اللي النادي الاهلي راح له فعلا هينصف النادي الاهلي. لانه ما فيش بتشوف ليه طيب؟ لانه ما فيش نص محدد واضح يلزم النادي الاهلي ان الجمعيه العموميه تبقى عليهم واحد. قد يكون عيب في المشرع، لكن انت ما ينفع تقول لي اصل المشرع لما كتب كان يقصد، وانت كده تحيلت زي ما بعتوا لنا جوابات كان يقصد وكان نفسه والحاجات دي كلها مش هتيجي في القانون. رجال القانون الحقيقيين اللي هيبقوا قاعدين في مركز التسويه هيشوفوا النادي الاهلي خالف اي بند من البنود مش هيلاقي. واعتقد انه المركز التسويه هينسف النادي الاهلي. شوف كده والله احنا وجهه نظري يعني والله اعلم انا مش قانوني يعني هي مشكله كانت ممكن تعدي زي ما انت قلت لحضرتك ان يقعدوا مع بعض حته القانون، لكن النادي الاهلي واضح جدا ان كان خلال كمان عادتي كمان في مع المهندس محمود طاهر وكلامنا والاعضاء المجلس الاداره في النادي الاهلي، لا احنا واثقين من خطواتنا، واثقين من جزئيه ان ما فيش مشكله خالص في يوم او يومين او المقرين اللي موجودين سواء اهل مدينه نصر او الجزيره، الامور كانت تسهيل فقط على عضو النادي. وانت عايز تنشئ التجربه الديمقراطيه وان الناس تقدم بتاع مفيش ما يمنع، وانا متاكد النادي الاهلي استعان بمستشارين قانونيين كبار لهذا الكلام. فانا تصوري كده يعني انا بقى لي 25 سنه في الحته دي وادعي ان انا بقرا اللوائح كويس. انا مش شايف حته بتقول في مشكله طيب. الا اذا كان حاجه انا مش عارفها. اروح لهاتف كده تاني مره تانية يا استاذ مدحت شلبي طبعا عضو الجمعيه العموميه بنادي الصيد. تحياتي لحضرتك يا استاذ مدحت. تأخير فندم. تحياتي لحضرتك ومبروك عودة أستاذ عمرو السعيد مرة أخرى لنادي الصيد، رئاسة نادي الصيد. ربنا يخليك يا كابتن فاروق، مبروك علينا كلنا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة رسالة. أنا شايف الحقيقة إن اللي حصل ده لازم اللجنة الأولمبية تستفيد منه في التعامل مع قضية النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. لأني شايف إن ده درس الحقيقة المفروض مهندس هشام حاطط يقدر ياخد منه رساله ازاي تتعامل مع المؤسسات الكبيره. نادي الاهلي ونادي الصيد والانديه الكبيره دي مؤسسات كبيره جدا، القرار فيها لازم يكون اكثر عمقا واكثر دراسه من الشكل اللي حصل مع نادي الصيد. اخطا المهندس هشام حطب في تقدير نادي الصيد واعضائه، انتقوا 5 6 اعضاء مفصولين وعندهم عداوه شخصيه مع عمرو السعيد وتصرف على دول اعضاء نادي الصيد الحقيقه غرقوه ودفعوه لان هو ياخد قرار اقل ما يوصف ان هو متهور الحقيقه. هم صحيح 48 ساعه لكن الازمه يعني 48 ساعه، لكن انا بشوف ال 48 ساعه دول عار هيلاحق كل الاطراف اللي اشتركت في المؤامره دي واعداء مؤسسه كبيره بحجم نادي الصيد باعضائه وجمعيته العموميه وابطاله الرياضيين وقاماته وتاريخه. انا بشوفها يا كابتن فاروق ان دي لعنه، يعني تفتح ابواب جهنم على اي حد يعديه وتلاحقه في انتخاباته وحياته ودنيته. في حاجه يا كابتن فاروق اسمها تقدير الموقف، لما بيتعامل مع مؤسسات كبيره ادرس الموقف القانوني، ادرس توكيد القرار. كنت عايز تعرف يا باشمهندس هشام مين اعضاء نادي الصيد وتقدر تستطلع راي 3/4 الوزراء اللي هم اعضاء نادي الصيد، كل القيادات الكبيره في الجهات السياديه والجهات الرقابيه اعضاء نادي الصيد، تقدر تعرف اعضاء نادي الحقيقيين قامات واكابر البلد اعضاء نادي الصيد، وتقدر ترجع لهم وتقدر منهم الموقف. مش 5 6 اعضاء
عندهم مشاكل شخصيه تتعامل مع نادي السيد على ان هي دي جمال عموميه بتاعته. بالنسبه لعمرو السعيد حضرتك برضه المهندس هشام خطب مشي ورا 5-6 كان ممكن تسال منافسين عمرو السعيد في الانتخابات اللي اعلنوا هم نازلين الافاضل الدكتور هاني الناظر المهندس عبد الله غراب الاستاذ محسن طنطاوي لو كنت اتصلت بيهم وسالتهم وهم منافسين عن عمرو السيد عن عمرو السعيد كنت عرفت يعني ايه نادي الصيد ومين تربيه نادي الصيد وازاي منافسين ممكن يتكلموا عن بعض وكنت هتسمع ازاي عمرو السعيد هيتكلموا عنه وعن منافسينه عنه وعن تاريخ اسرته وعن اللي قدمه للنادي وعن نظافه ايده. اخر حاجه عايز اقولها ان اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول من اللجنه الاولمبيه ومن المهندس هشام حطب تجاه ال 300,000 عضو اللي استهتر بيهم وما عملش حسابهم ولا عمل حساب رد فعلهم. خد بالك ان الانتفاضه اللي حصلت دي ما كانتش لعمرو السعيد بس وشخص وحب النادي ليه، لكن كان عشان رمز واسمه رئيس نادي الصيد، وما ينفعش يتعمل كده مع رئيس نادي الصيد. واعتقد ده درس لاي حد يتعلموا منه ازاي يتعاملوا مؤسسه صحيح. مع مؤسسه كبيره بحجم وثقل وثقافه ونوعيه اعضاء نادي الصيد المصري. يعني اكيد انت هتشارك بكره بقى في الاحتفاليه اللي بترحب مره اخرى باستاذ عمرو. هو هي الاحتفاليه دي يا كابتن فاروق احنا ما كناش عاملين الاحتفاليه دي وما كناش عارفين لسه حكم المحكمه ايه النهارده. لكن اول ما طلع القرار اعضاء نادي الصيد قالوا هنعملها 29 يوم الجمعه شكرا لعمرو السعيد ايا كانت نتيجه المحكمه النهارده. والحمد لله الفرح بقى فرحين وبكره ان شاء الله نحتفل بيه ونحتفل بنادي باعضاء نادي الصيد الحقيقيين جميل وصورته وثقافته الحقيقيه ان شاء الله. جميل استاذ مدحت شارب بشكرك طبعا عضو جمعيه عموميه بنادي الصيد اكيد واضح حب اعضاء الجمعيه كلام كبير يعني نادي الصيد جميل يعني طبعا بنقول ان احنا حضرتك مبسوط الكلام زي كده مبسوط من يبقى اعضاء الجمعيه العموميه حاسين بالمجهود اللي ممكن بيتعمل. لا نادي الصيد نادي جميل بجد وحتى فرع اكتوبر يعني يمكن فيه عدد الاعضاء اقل شويه وكثافه اقل. نادي جميل يعني 64 فدان جمال نادي القطاميه جميل نادي بورسعيد في احلى موقع في مصر. لا نادي حلو جميل طبعا. طيب قبل ما يعني وقت ينتهى مع حضرتك يعني سؤال بس راي حضرتك في الفتره القادمه بالنسبه للرياضه المصريه يعني في ظل التخبط الموجود للجنه الاولمبيه. انت سالت السؤال واجبت الاجابه. اذا اللجنه الاولمبيه ما استعانتش بشخصيات وقامات قانونيه ورياضيه على مستوى عالي شويه تساعدها في المراحل الاولى التخبط هيزيد والقانون الجديد هو افضل من القانون السابق. اللائحه هي افضل من اللوائح اللي قبل كده. خلينا بس نتكلم بمنتهى الصراحه ومنتهى الموضوعيه. لكن بالنسبه للائحه الاسترشاديه التطبيق احسن من قبله طبعا. التطبيق وبهذا الاسلوب من اللجنه الاولمبيه وشخصنه الامور بهذا الشكل هتزق الرياضه ورا فتره طويله. زي ما بقول لحضرتك كده كل يوم مشكله جديده ومفتعله وليها اغراض شخصيه بتفتعلها اللجنه الاوروبيه. اللجنه الاوروبيه لازم يكون لها مستشارين تقال ودوله تحط ايدها في ايدها شويه تساعدها لغايه ما تعدي المرحله الاولى، لكن غير كده هتاخدنا لورا كتير. الامور هتبقى صعبه. قال جدا 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 جدا. شكرا يا استاذ عمرو لوجودك معانا وسعيد طبعا برئيس نادي من الانديه المميزه في مصر، انديه زي ما حضرتك كنت بتتكلم اللعبات اللي موجوده والابطال اللي بيبقوا موجودين وبيطلعوا من خلال طبعا وجود هذا النادي ودايما وهو متقدم بتلاقي دايما لعيبه فعلا كويسه. كابتن حازم امام طبعا كان من اهله وصاحبك محمد فضل وفضل طبعا فضل انا شايف دكتور عمرو ماكس جاي لك طبعا بعد الفوز العظيم طبعا دكتور عمرو كان ماكس دهره معانا كمان طبعا دكتور عمرو ناخد رايه احنا بعنا محمد فضل لما لعب في كاس العالم جنب احمد بلال ب 50,000 جنيه كان رقم خرافي ساعتها للنادي الاهلي صحيح محمد ولد جميل جدا 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 سعيد جدا ان في حب بيبقى موجود من الجمعيه العموميه لرئيس نادي وده يدل على شخصيه حضرتك طبعا ومجهود حضرتك الحمد لله شكرا بحب الناس وبحب النادي وسعدة بالحب ده نورت وشرفت قناه الاهلي شكرا حمد شكرا جدا يا استاذ عمرو يعني ده كان لقائنا مع استاذ عمرو سعيد رئيس نادي الصيد ومبروك عودته مره اخرى يعني عشان بنتكلم هو الراجل ما بعتش بس احنا بنتكلم في حته المحكمه ووجود طبعا مره اخرى وجوده مره اخرى كرئيس لنادي الصيد. بعد فاصل هيكون معايا واحد من مكتشفين المواهب في كره القدم المصريه انا واحد من الناس اللي اكتشفوني الدكتور عمرو ابو المجد هيكون معايا طبعا انا واحد من الناس دي مخطط بشكل جيد جدا للرياضه او لكره القدم بالاخص فبالتالي
كلام كتير طبعا مع دكتور عمرو عبد المجد، وهو مدير قطاع الناشئين اكيد لازم اطمن بشكل كبير على قطاع الناشئين الخاص بالنادي الاهلي، وانا واثق في ظل وجوده ان في حاجات كتير جدا هتتطور في هذا القطاع، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هروح لفاصل واستقبل دكتور عمرو عبد المجد.